ما حكم الأناشيد الإسلامية المنتشرة في هذه الأيام؟ أولا أنا أطالبكم أن تثبتوا هذه التسمية أن في الإسلام أناشيد إسلامية. منين جاءت هذه التسمية؟ الأناشيد نعم موجودة لكن ما نسميها إسلامية، نسميها أناشيد فقط، نسميها أناشيد، وهي نوع من الأغاني، والأغاني حرام، الأغاني حرام والمزامير حرام، فمن الذي يستثني الأناشيد يقول إنها مباحة من الغناء؟ يجيب دليل على هذا. أما إنشاد الشعر، الشاعر أو الراوي ينشد قصيدة والناس يسمعونه فلا بأس، هذا ما هي بأناشيد، هذا إنشاد، إنشاد. وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الإنشاد والأناشيد، الإنشاد من شخص واحد، وأما الأناشيد فهي من جماعة منظمة منغمة تشبه أناشيد الصوفية التي يعدونها من الذكر ومن طاعة الله، فلا أصل لهذا العمل أبدا. والأناشيد إنما وجدت لما وجدت الحزبيات والجماعات، جاءت معها الأناشيد، كل جماعة لها أناشيد تحمس أتباعها، تحمس أتباعها، هذا قصدهم فيها. نعم.